ماتش مازيمبي اهم كتير جدا من ماتش الزمالك. هنقفل الصفحه وهنفكر في ماتش مازيمبي والجهاز الفني يشوف اخطائه فين ويعالجها، لكن مهم من جمهور النادي الاهلي هو حقه يزعل، واحنا زعلانين ومتضايقين جدا لمباراه امبارح كانت مباراه سهله، ولكن هدم المعبد ده مش وقته. في ناس بتفرح انها كسبت الاهلي، لكن انت بتفرح لما بتكسب بطوله وبتكسب 5 6 بطولات وبتزعل لو خسرت مباراه. ففرصه ان الخساره دي ممكن تكون يعني فرصه لتصحيح حاجات كتيره جدا، ممكن خساره تفوقك من حاجات كنت شايفها غلط. يعني انت خسرت البنك الاهلي 4-3 شايف ان انت ما كنتش غلط، لعبت مباراه انبي 2-2 شايف ان انت مش غلط، كسبت زد في الساعات الاخيره في الدقائق الاخيره، بس جت مباراه الزمالك لا تقول لك لا في اخطاء كتيره. وعلى فكره برضو في نقطه تانية، الغيابات كتيره والغيابات مؤثره، ولكن الفتره اللي جايه فرصه مهمه جدا عشان تصحح الاوضاع. الاهلي بكره النهارده في راحه سلبيه، بكره الاهلي هيتمرن في مدينه نصر الظهر، وهيتمرن على ملعب نجيل صناعي في احدى الملاعب في الاكاديميات وقطاع الناشئين في مدينه نصر في فرع النادي هناك، ويتجه الى الكونغو الديمقراطيه عبر رحله خاصه حوالي الساعه 2 الظهر ان شاء الله، عشان يصل الى لومباتشي حوالي الساعه 8 مساء. يدخل الفريق على طول الاوتيل ينام، تاني يوم يكون في تدريب على ملعب المباراه، المباراه على ملعب نجيل صناعي، فالحق اللائحه بتديك الحق انك تتمرن تدريبتين على ملعب المباراه، هتتمرن خميس وجمعه على ملعب المباراه الساعه 3 وتلعب المباراه يوم السبت الساعه 3.